قم باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا، ووجه الرئيس بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة. فيما يتعلق بمختلف المبادرات الصحية القومية، اطلع سيادته على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، ووجه بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية. أضاف أيضا المتحدث الرسمي السفير بسام راضي أن الدكتور محمد عوض تاج الدين عرض كذلك مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، ووجه سيادته باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفقا للجداول الزمنية المحددة. اطلع أيضا الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الدواء وجهود استكمال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة في هذا الإطار، لا سيما الأدوية اللي بتعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية وكمان صناعة المواد الخام. الحقيقة المتابعة والاهتمام من سيادته هو السمة يعني اللي موجودة في كل المجالات، لكن تحديدا مجال الصحة، واحنا برضو يعني يمكن الاقتصاد والأوضاع السياسية أخذت مننا كلام كتير في هذه الفترة، لكن الاهتمام بالوضع الصحي سواء بقى متابعة للمبادرات الصحية اللي تمت في الفترة اللي فاتت فيروس كورونا، احنا عايزين توطين لصناعة الدواء، شايف حضرتك الاجتماع ازاي وأهميته وتوقيته؟ الحقيقه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان تولى حكم مصر هو مهتم بكافه الملفات، لكن ملف الصحه بالذات له عنده اولويه خاصه. انا شايف ان ملف الصحه كمان بيندرج تحت المبادره الام اللي هي مبادره حياه كريمه. حياه كريمه يعني الانسان بيتلقى علاج كويس، بيلاقي مدارس كويسه، بيسكن في بيوت كويسه ادميه. فهذه المبادره بتشمل كل المبادرات اللي حضرتك شايفها. قطاع الصحة بالذات شهد مبادرات أنا شايف في تاريخ مصر كلها لم تشهد مصر مثل هذه المبادرات، أهمها كانت مبادرة فيروس سي 100 مليون صحة والكشف على يعني أنا بشايف يعني 100 مليون صحة مبادرة فيروس سي بالذات أنا مش عايز أقول لك استفاد منها أكتر من 40 مليون مواطن، ودي كانت أكبر عملية مسح طبي في التاريخ في العصر الحديث عموما، يعني مفيش دولة بتعمل ده. خرجنا من النطاق المحلي إلى النطاق الأفريقي، مش عايز أقول لك إن مصر ساعدت دول أفريقية كتير في هذه القضية. مبادرة الكشف عن التقزم في المدارس يعني دي كانت مهمه جدا، انت عارف احنا كمصريين يمكن الامكانيات الماديه يمكن ما بنروحش للدكتور غير لما بتقع خالص لكن ان الدوله هي بنفسها تروح ويستفيد منها اكتر من 12 مليون طالب في المدارس كلها عشان يقدر يحافظ على صحه، ما هو دول شباب المستقبل، فانت بتحافظي على صحتهم من البدايه، فكانت مبادره رائعه جدا من الدوله انها تبتدي بده. مبادره النساء والاطفال، مبادره القضاء على قوائم الانتظار، دي كانت من القضايا اللي بتؤزم قطاع الصحه كله في مصر، انك تروحي زي معهد القلب والعمليات الجراحيه في معظم المؤسسات الكبيره الصحيه في مصر بتروحي بتلاقي حالات انتظار كتيره جدا. يعني يمكن خدت تجربه مع حد من الاصغر في معهد القلب كان قدامه 6 شهور عشان يعمل. فانا شايف المبادرات دي مبادرات انسانيه مهمه جدا. موازنه الدوله حتى الرئيس السيسي وجه بانه ضروره ان احنا بنزود مخصصات الصحه في الموازنه العامه، وزادت بشكل غير طبيعي يمكن اضعاف، لو قارنتي من 10 سنين فاتوا هتلاقي اضعاف الموازنه عشان نقدر نقدم منظومه صحيه محترمه. التامين الصحي الشامل دي كانت من الـ القضايا الجديده اللي مصر بتحاول تنفذها بشكل جيد، ابتدت في 5 محافظات بورسعيد وعدد من المحافظات، وان شاء الله هيتم تطبيقها على بقيه المحافظات لان دي بتحفظ دي الامان بتاعه المواطن المصري الحقيقه في ظل الاوضاع الاقتصاديه اللي احنا بنعيشها يعني. طب خلينا برضو النقطه المهمه، لان دايما في حديث الرئيس عموما بيتكلم عن توطين الصناعه في مصر، واهم الحاجات اللي كانت يعني من مهمه جدا، وكمان سيادته يمكن في افتتاح مدينه الدواء لو نتذكر لما قال ان مدينه الدواء كانت حلم من ضمن الاحلام اللي احنا كنا عايزينها علشان في النهايه الاقي علبه دواء ما تقلش
عن لو بنتكلم بقى عن بره او الدواء المستورد او خلافه. فانا عايز اوصل للحاله دي، فكره توطين الصناعات الدوائيه. يمكن احنا مصر زي ما حضرتك اشرت احنا قدرنا نعالج فيروس سي بس بالادويه المصنعه جوه مصر، وقدرنا ان احنا نصدرها يعني لانها جوده عاليه. فكره توطين الصناعات الدوائيه واللي بيحصل النهارده كمان في هذه النقطه تحديدا. اولا انت عندك مدينه دواء، دي كانت حلم في مصر. انا كان من زمان وانا صغير نفسي اشوف مصر بتصنع الدواء وما بتستوردوش. مدينه الدواء على مساحه حوالي 182 الف متر، يعتبر اكبر مدينه دواء في الشرق الاوسط، ودي كانت من اقوى المشروعات القوميه. انا بعتبر ان دي يعني تلي قناه السويس تمام، انك تخوضي مجال صناعه الدواء في العالم، وانك تقدري تحافظي على كمية الدواء اللي موجود عندك، لأنه بيحصل أزمات عالمية على فكرة الأدوية كل فترة هتلاقي أزمات عالمية. إنك تقدري تحافظي على ده وتعمليه في مصر، أعتقد إن ده هيبقى شيء رائع جدا. يعني الدولة المصرية بهذا خاضت مجال ما كان يمكن أن نخوضه على مدار السنوات الماضية. لكن في عهد الرئيس السيسي إحنا اقتحمنا مجالات كتيرة جدا ما كناش خضناها قبل كده، وأنا شايف إن الدولة ماشية في خطة ثابتة جدا ناحية توطين صناعة الدواء في مصر. صحيح. طيب.